أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقون الذين ينقصون عهد الله من بعد ميثاقهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. متابعينا متابعي اليوم السابع، يمكن احنا موجودين داخل محافظة بني سويف ومع أحد الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم. عرفنا باسمك. مصطفى أمين عصمت لبيب. منين وفي سنة كام؟ من بارود، في سنة ثالثة ثانوي. أزهر. ثالثة ثانوي أزهري. علمي ولا أدبي؟ لا أدبي. أدبي. قول لي إمتى ابتديت تحفظ القرآن الكريم؟ ابتديت من وأنا عندي 4 سنين. 4 سنين، وختمته وأنت عندك كام سنة؟ وعندي 15 سنة. 15 سنة. يعني كنت 15 سنة، كنت في سنة ثالثة إعدادي؟ كنت في ثالثة إعدادي. ثالثة إعدادي ختمت القرآن. الثلاث سنين اللي بعد ختمة القرآن دول بتراجع إزاي فيهم؟ يعني بتراجع كم ساعة في اليوم؟ براجع كل يوم مثلا حوالي ساعتين، وكل أسبوع مثلا 3 أيام باجي أسمع مع الشيخ. كل 3 أيام بتيجي تسمع تاني مع الشيخ. شاركت في مسابقات قبل كده؟ شاركت في مسابقات. وحصلت على جوائز طبعا. طيب قول لي بقى، مين من القراء اللي انت بتحب ان انت يعني تقلده وبتحب ان انت تسمعه؟ الشيخ ماهر ولا والشيخ ياسر ومشايخ يعني صوتها حلو. طيب قول لي بقى، في البيت تحب يعني هم بيحبوا ان هم يسمعوا صوتك ان انت تقرا ليهم في المدرسه وانت كنت في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي؟ عند والدي حافظ القران كله، حافظ القران كله يعني بيصلي بالناس. بيصلي بالناس. فبيحب يسمع صوتك برضه. ايوه، في السماعه برضك في البيت.